السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نشتغل الجزء بتاع المكثفات. نقول عليها إيه؟ كباستر. يعني إيه مكثف؟ مكثف هو عنصر إلكتروني يستخدم لتخزين الطاقة الايه؟ الكهربية. هو عنصر الكتروني الكترونيك إليمنت يوز ان ستور الكتريكال شارج. عنصر الكتروني يستخدم لتخزين الطاقه الايه؟ الكهربائيه. عامل زي الخزان، تملى ايه؟ الخزان بتحط فيه ايه؟ تحط فيه ميه، تملى فيه ايه؟ ميه لغايه لما يتملى. هو نفس القصه برضو، المكثف عباره عن ايه؟ خزان تحط فيه ايه؟ شحنات كهربائيه لغايه لما يتملي الايه؟ الخزان، او لغايه لما يتملي الايه؟ المكثف. طيب بيتكون من ايه المكثف ده؟ بتكون من لوحين اثنين من مادة موصلة. لوحين اثنين من مادة ايه؟ موصلة. ده ايه؟ كوندكتور بليت. وده ايه؟ كوندكتور بليت. بينهما مسافة ترمز لها بالرمز دي، دي اللي هي الديستانس. اللي ما بين اللوحين مادة عازلة بنقول عليها ايه؟ داي الكتريك ماتيريال. داي الكتريك ماتيريال، المادة العازلة دي ممكن تكون هواء، ممكن تكون أي مادة عازلة تانية، أي حاجة تانية غير المواد الموصلة أو المواد الشبه إيه؟ موصلة. البليت ده ليه إيه؟ ليه مساحة؟ ليه مساحة بنربطها بالرمز إيه؟ إيه؟ فوق وإيه؟ وتحت. يبقى بيتكون من إيه المكثف؟ بيتكون من شريحتين من مادتين موصلتين بينهما ايه؟ عازل. تمام؟ ممكن يبقى بالشكل ده وتلاقي عندك ايه؟ تلاقي عندك شرايح داخله في بعض كده، يا اما كده يا اما كده، يا اما بالشكل ده يا اما ايه؟ بالشكل ده. احنا ده شكل معقد بس احنا هنتكلم على الايه؟ على الشكل اللي احنا هنتكلم عنه ده. بلا استخدامه بيستخدم في تخزين الطاقه الكهربيه، ليه استخدامات ثانيه هنقولها دلوقتي، وده تركيبه وهو بيتكون من ايه او شكله عامل ازاي. تمام؟ طيب المكثف ده ليه سيمبل؟ سيمبل يعني ايه؟ رمز. عشان لما اجي اشوف دايره كهربيه او اشوف سيركت دايجرام اعرف شكله، اقول اه ده مكثف. مكثف ليه كذا نوع، في مكثف عادي خلاص ده الرمز بتاعه عامل كده، تمام؟ وفي مكثف ليه بولاريتي، يبقى ده ايه؟ نان بولاريز كباستور. نان بولاريز كباستور. وفي نوع تاني ده بالشكل ده، ده ليه ايه؟ قطبية، عامل بالشكل ده كده او كده.
ده ايه بقى؟ ليه قطبيه. ما دام ده موجب يبقى ده ايه؟ سالب. يعني دايما ايه؟ برمز للرمز اللي الموجب عشان تبقى عارف ان الطرف الثاني ايه؟ سالب. ده بيقول عليه ايه؟ بولارايز كاباسيتور. يعني ليه قطبيه؟ تمام. بولارايز ايه؟ كاباسيتور يعني مكثف مستقطب. يعني ليه موجب وليه ايه؟ وليه سالب. طيب المكثف برمز له بايه؟ بحرف السي. في الدايره برمز له بحرف الايه؟ بحرف السي. طيب ايه وحدته؟ وحدته عبد الجوز ده باين؟ اه تمام. وحدته اللي اخترع الوحده بتاعته اسمه عالم اسمه فاراد. اسمه ايه؟ فاراد. عالم اسمه فاراد هو اللي اخترع الوحده بتاعت الايه؟ المكثف. ولكن الفراد ده قيمه كبيره جدا. يعني عشان اجيب مكثف قيمه واحد فراد هتبقى حجمه كبير جدا، مش هعرف احطه على دايره الكترونيه. وطبعا زمن الشحن بتاعه هيبقى كبير جدا. عشان كده اخترعوا وحدات اقل من الفراد. دايما لما تيجي تشتغل على المكثفات هتلاقي الوحدات اللي شغال عليها ايه؟ صغيره. بعكس مين؟ بعكس المقاومات. المقاومات كانت الوحدات عليها ايه؟ كبيره نسبيا. لازم تعرف التحويلات. لو انت عندك بقى عايز احول من فراد لمايكرو فراد، الكلام ده مهم جدا، التحويلات دي مهمه جدا. عايز احول من فراد، فراد طبعا من فراد هرمز له بالرمز اف. انا لما اقول اف يبقى ايه؟ فراد. عايز احول من فراد للوحده الاصغر منها اللي هي ايه؟ مايكرو فراد. اضرب في كام؟ اضرب في 10 اس 6. طب عايز احول من مايكرو فراد لفراد اضرب في كام؟ في 10 اس ناقص كام؟ 6. طب عايز احول من فراد لنانو فراد اضرب في كام؟ في 10 اس 9. تمام؟ من فراد لمايكرو فراد هتاخد قرار الان بس عايز فراد لنانو فراد اضرب في 10 ايه؟ في 10 اس 9. طب احول من نانو فراد لفراد اضرب في 10 اس ناقص كام؟ هنا بحول من الكبير للصغير. طب انا بحول من ايه؟ من الصغير للكبير، فبضرب في عكس الاشاره. فعايز احول من فراد لبيكو فراد اضرب في 10 اس كام؟ 10 اس 12. عايز احول من بيكو فراد لفراد اضرب في 10 اس ناقص. دايما وانت شغال مع المكثفات توحد الوحدات، يا اما كله يبقى فراد، يا اما كله يبقى مايكرو فراد، يا اما كله يبقى نانو فراد، يا اما كله يبقى بيكو ايه؟ فراد. بعد كده خدنا الاستخدام الرئيسي للمكثف، خدنا السيمبل بتاعه، خدنا الوحده ايه؟ بتاعته، خدنا الشكل بتاعه بيبقى عامل ازاي. طيب عاوز اعرف المكثف بيشتغل ازاي؟ المكثف ليه سلوكين اثنين، لو كان مع الدي سي بيتصرف بطريقه معينه، ولو كان مع الاي سي بيتصرف بطريقه ثانيه. طيب نشوف الاول في حاله لما احطه في دايره فيها مصدر جهد مستمر، حاله الايه؟ الدي سي. حد الدي سي مكثف في حاله الاي دي سي. ارسم دايره. الدايره دي عباره عن ايه؟ عباره عن بطاريه. قيمتها 9 ايه؟ فولت.
وده سويتش ليه طرف واحد وليه طرف اثنين، بتوصل معاه مكثف ليه قطبية خلاص، وتوصل الناحية التانية مقاومة معاها ايه ليه. ايه اللي هيحصل في الحالة الأولانية اللي هي الحالة واحد؟ في الحالة واحد ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل لما انا هوصل دي كده ايه اللي هيحصل؟ الجزء ده هيبقى ايه؟ معزول مش معانا. الدائرة هتظبط بالشكل ده، بالدائرة كده بالشكل ده، عبارة عن بطارية ومكسر. البطارية دي قيمتها كام؟ 9 فولت. ايه اللي هيحصل؟ احنا عندنا البطارية ديت الجزء اللي فوق ده ايه؟ موجب، والجزء اللي تحت ايه؟ سالب. اللي هيحصل ان ده ايه؟ لوح موصل هيبدا يجذب الايه؟ الموجب، وبالتالي الموجب هيترسب ايه؟ على اللوح ده. والجزء ده ايه؟ سالب، فاللوح اللي تحت هيجذب الايه؟ الشحنه الايه؟ السالبه، فالسالب هيترسب ايه؟ تحت. الموجب عاوز يعدل الايه؟ السالب، والسالب عاوز يعدل الموجب بس مش هيعرف يعدل. لان في ايه؟ عازل، في سور ما بين الموجب والايه؟ والسالب. وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ المكثف هتني يشحن، هتني رصب موجب على اللوح الفوقاني ورصب سالب على اللوح التحتاني، لغايه لما يشحن 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 لغايه لما الجهد على المكثف يساوي كام؟ 9 فولت. يبقى في الحاله الاولانيه جهد المكثف هيساوي جهد الايه؟ البطاريه. ذا فولتج on capacitor equal ايه؟ جهد الايه؟ البطارية 9 فولت. يبقى دي حالة ايه؟ حالة الشحن. يبقى ده اللي اسمها ايه؟ charging. مرحلة الايه؟ الشحن. مرحلة الشحن المرحلة اللي فيها اللي بوصل بيها مباشرة المكثف مع البطارية، وبالتالي بيحصل ايه؟ المحور اللي فوق او الشريحه اللي فوق بتبدا ترصف الشحنات الموجبه، والمحور اللي تحت يبدا يرصف الشحنات السالبه، وبالتالي يقدر يخزن الايه؟ الطاقه لغايه ما يبقى الجهد على المكثف بيساوي الجهد على الايه؟ على الجهد على المكثف يساوي جهد البطاريه. جهد البطاريه 9، يبقى الجهد هنا كام؟ 9. طب هنا 12، يبقى 12. دي المرحلة الأولانية. طيب في الحالة الثانية بقى، في الحالة الثانية هقفل الايه؟ هقفل البوزيشن ايه؟ 2. في الحالة ديت كان الجهد هنا كام؟ 9 فولت. تمام. وبالتالي هيبدأ يمر تيار في الدائرة دي ناتج عن ايه؟ ناتج عن الطاقة المشحونة في المكثف. وفي الحالة الثانية يبقى المكثف بيعمل عمل الايه؟ البطارية. دي مرحلة الايه؟ التفريغ. يبقى في المرحلة الثانية at position 2 خلاص the capacitor work as ايه؟ أبتدى اشتغل زي الايه؟ البطارية. المرحلة دي عمل عليها ايه؟ discharging. دي مرحلة الايه؟ التفريغ. المرحلة التانية دي بيحصل ايه؟ المكثف يبدأ يفرغ الشحنة بتاعته في الايه؟ في اللود اللي موجود اللي هو المقاومة والايه؟ والليه. ده سلوك المكثف في الايه؟ في الدي سي سيركت. طب عاوزين نعرف ايه هو زمن الشحن وايه هو زمن التفريغ، يعني المكثف ده هيشحن في قد ايه ويفرغ في قد ايه؟ طب
ايه هو زمن الشحن؟ زمن الشحن برمز له بالرمز ايه؟ تاو، مش تي، تاو. خلاص. هو الزمن اللازم لشحن المكثف بنسبه 63% من قيمه جهد الايه؟ البطاريه. يبقى تاو از ذا تايم اوف شارجنج ذا كاباستور باي ايكوال 63% اوف the voltage on button. والزمن اللازم لشحن المكثف ب 63% من الايه؟ من الجهد على الايه؟ على البطاريه. يبقى بعد تاو واحده يبدا يكون المكثف شحن 63 ايه؟ في المية. طب امتى المكثف يشحن بكامل طاقته؟ يكون شحن كله ويكون الجهد عليه يساوي جهد البطارية بعد كام؟ بعد 5 تاو. يبقى أفضل 5 تاو، أفضل 5 تاو الجهد على المكثف بيساوي الجهد على الايه؟ البطارية. ذا كاباستور فول شارجينج اند the voltage on the capacitor equal the voltage on the battery. فبعد 5 تاو المكثف هيشحن ايه؟ شحن كامل، والجهد على المكثف هيساوي الجهد على الايه؟ على البطاريه. في حد مش فاهم؟ طيب الشحن والتفريغ بيحصل ازاي بقى؟ هنشوفه دلوقتي. هنرسم علاقه ما بين التايم والجهد ونرسم التايم وازاي اقدر احسب التاو. لو جينا رسمنا دايرة بالشكل ده، ادي بطارية وادي مقاومة وادي ايه؟ مكثف. البطارية ديت وليكن 9 فولت، المقاومة ديت 1 كيلو اوم، والمكثف ده قيمته 100 مايكرو فاراد. في علاقة بتحدد لي ما بين المحور الافقي تي، تي اللي هو الايه؟ اللي هو التايم. والمحور الراسي اللي هو الايه؟ الفي، في اللي هو الايه؟ الفولتج. هتلاقي ايه اللي بيحصل؟ لما كان الزمن صفر الجهد على المكثف كام؟ صفر. لما الزمن بدا يزيد هتلاقي الجهد بدا ايه؟ يزيد. بعد 1 تاو ايه اللي حصل؟ شحن بنسبة 63% من الايه؟ من الجهد. 63% من الايه؟ من الجهد، من الفي. طيب بعد 5 تاو شحن بنسبة كام؟ بنسبة 100% من الايه؟ من الجهد. ماشي. ولذلك يستخدم المكثف في منع التغير المفاجئ في الجهد. يستخدم المكثف في منع التغير المفاجئ في الايه؟ في الجهد. يعني انا عايز عندي دايره عاوز اسيطر فيها على الجهد وما خلوش يتغير فجاه، احط ايه؟ مكثف. يستخدم المكثف في منع التغير المفاجئ في الايه؟ في الجهد. طيب في حاله ما المكثف بقى يبدا يشحن لما شغل بقى البطاريه ديت ايه اللي هيحصل؟
المكثف هيبدأ إيه؟ هيبدأ يشحن. في فترة شحنه ديت بقى هو عمال بيشحن ويرصب الشحنات الموجبة والشحنات السالبة، مش هو امتص الطاقة كلها؟ يعتبر هنا المكثف بيشتغل كإيه؟ كأوبن سيركت. يعني إيه؟ كأني مش حاطط حاجة هنا خالص، يعني الحتة دي إيه؟ فاضية. كأوبن إيه؟ سيركت، دايرة إيه؟ مفتوحة. بس عشان تبان نرسم الدايرة التانية، الدايرة التانية اللي كانت عاملة إزاي؟ اللي كانت بطارية. لما حطيت هنا بدأ إيه؟ بدأ المكثف إيه؟ يشحن. في الحالة ديت في فترة الشحن وعمال بيشحن، ممكن أعتبر المكثف إيه؟ مش موجود أصلاً. عبارة عن أوبن إيه؟ أوبن سيركت. يعني إيه أوبن سيركت؟ يعني المقاومة إيه؟ مفتوح. أعلى ما يمكن، يعني قيمة المقاومة أعلى إيه؟ ما يمكن. طيب في الحالة التانية بقى لما أجي أفتح ممكن اعوض عن المكثف بايه؟ بشورت سيركت، كانه حاطط سلك، لانه هيبدا ايه؟ يفرغ الايه؟ الطاقه بتاعته في الايه؟ في اللود. طيب ده في حاله الايه؟ في حاله الجو. طب في حاله التيار احنا قلنا المجهود ده كان اصغر ما يمكن وبدا ايه؟ يزيد. في حاله التيار العكس، التيار بيبدا كبير وبعد كده يبدا ايه؟ يقل. التيار يبدا كبير وبعد كده يبدا ايه؟ يقل. التفريغ زي الشحن، يعني الوقت اللي بياخده المكثف في الشحن هو نفس الوقت اللي بياخده المكثف في الايه؟ في التفريغ. طب عايز احسب التاو، احسبها ازاي؟ في قانون بيحسب الايه؟ التاو. في قانون بيحسب الايه؟ التاو. التاو دي بتساوي ار في السي. الوحده ايه؟ سكن. الوحده ايه؟ ثانيه. طب ايه هي الار؟ الار هي الريزيستور اللي متوصله مع المكثف. الوحده ايه؟ طيب السي هي الكاباسيتنس بتاعت المكثف. الوحدة ايه؟ الوحدة ايه؟ قرار. يبقى الناتج ايه؟ سكن. طب عايز احسب التاو هنا، إيه؟ عايز احسب التاو ده بتاعت الدايرة ديت. التاو هتساوي 1 كيلو، يعني 1 في 1000 تديني ايه؟ 1000 في 100 مايكرو، احولها لفراغ اضرب في 10 اس ناقص كام؟ 6. خلاص لما اضرب في 10 اس ناقص 6 يعني ممكن ايه؟ اشيل ديت وتبقى دي ناقص ايه؟ 3. يبقى انا قاسم على 1000، يبقى 100 على كام؟ على 1000. صفرين ب 1 على 10 تديني 1 كام؟ 2 10. 1 من 10 ايه؟ سكن. دي ايه؟ تمام صح كده؟ يعني دي 6 صفار، طيب 3 مع 3 و2 مع 2 يبقى 1 من 10 ايه؟ سكن. يبقى التاو 1 من 10 سكن. يبقى المكثف ده يشحن في ايه؟ في 1 من 10 ايه؟ سكن. وطبعا 1 من 10 سكن يعني ايه؟ قيمة قليلة. طيب طب عايز بقى اكبر الوقت، اخلي دي مثلا كام؟ 50 كيلو. تعالى نخليها 50 كيلو كده بقى احنا زادت. عايز احسب التاو حتى 50 كيلو، يبقى 50 في 1000 عشان اعوض، احول من 50 كيلو لايه؟ للاوم. فبضرب في ايه؟ في 1000 في 100 في 10 اس كام؟ 6. دي مع دول يبقى ديت كام؟ ناقص ايه؟ 3. يبقى 50 في 100 على ايه؟ على 1000. طير دول مع دول اديني كام؟ 5 في 1 بكام؟ يبقى 5 ايه؟ سكن، صح كده؟ يبقى التاو ب 5 سكن. طب عايز احسب الفول تشارج.
فول تشارج يبقى ايه؟ 5 في التاو يبقى 5 في كام؟ في 5 بكام؟ 25 ايه؟ ثانية. فالمكثف ده هيحسب هيشحن بالفول تشارج بتاعته في 25 ثانية في الحالة الثانية. طب الحالة ديت ال 5 تاو هيساوي 5 في 1 ايه؟ من 10 يعني ايه؟ نص ثانية. صح ولا ايه؟ طيب يبقى سلوك المكثف في حاله الدي سي قلنا بيمنع التغير المفاجئ في الايه؟ في الجهد. ليه؟ لان الجهد بيبدا صغير وبعد كده يبدا ايه؟ يزيد، انما التيار بيبقى ايه؟ كبير ويبدا ايه؟ يقل. طيب كذلك المكثف يسمح بمرور تيار الاي سي ولا يسمح بمرور تيار الايه؟ الدي سي، ما بيعديش تيار الايه؟ الدي سي، عشان كده احنا قلنا ايه؟ ممكن اشيله واحط اوبن سيركت دايره مفتوحه مجازا يعني. فلذلك يسمح المكثف بمرور تيار الاي سي ولا يسمح بمرور تيار الايه؟ الدي سي. يبقى المكثف allow of flow AC current and prevent DCA current. يبقى المكثف يسمح بمرور AC current ويمنع الايه؟ DC current. كذلك المكثف يمنع التغير المفاجئ في الايه؟ الجهد. suddenly ايه؟ change. طيب ده في حالة الايه؟ في حالة الدي سي. ده في حالة الاي سي. في حالة الاي سي حاله الاي سي بقى انت عندك الاشاره بتاعت الاي سي مش تبقى عامله كده؟ في جزء موجب وجزء ايه؟ سالب. يعني الاشاره كل نص دوره بتتغير. يعني في النص الدوره الاولاني كان ده موجب وده ايه؟ سالب. طب في النص الثاني كان ده سالب وده ايه؟ موجب. ايه اللي هيحصل بقى؟ المكثف هيعمل ايه بقى الحاله ديت؟ في الحاله ديت الجزء الموجب المكثف هيبدا ايه؟ ياخد الجزء الموجب اهو. انا بتكلم عن الجزء الاولاني ده. الجزء السالب اهو. يجي بقى للجزء الثاني هيتفاجئ هيلاقي لا ده سالب وده ايه؟ موجب. فموجب اول ما الموجب يلاقي سالب يقول له ايه؟ الله حبيبي يجري عليه. لما يجري عليه يبدا ايه؟ يفرغ له ثاني. وده يبدا ايه؟ يفرغ له ثاني. في الحاله الاولانيه بيبقى بايه؟ بيشحن. وده ايه؟ بيشحن. ده المكثف عمال بيشحن ويفرغ بيشحن ويفرغ. وفي حاله الاي سي بيعمل ايه؟ مكثف بيشحن ويفرغ. مال على طول شغال يشحن وايه ويفرغ. طيب في الحاله ديت المكثف يعتبر ايه؟ يعتبر مقاومه وبالاوم بالاوم. يعني في حاله الاي سي المكثف دوره ايه؟ يعمل بيقوم بالظبط كانك حاطط ايه؟ مقاومه. ولذلك احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا المكثف والملف والمقاومه عناصر ايه؟ باسل. عناصر ايه؟ سلبيه. هدفها ان هي تعوق مرور الايه؟ التيار. مش الكلام ده احنا قلناه في الاول؟ بس كل واحد بيعوق مرور التيار بايه؟ بطريقته. المقاومه بتعوق مرور التيار عن طريق ان هي مقاومه لماده عازله وماده ايه؟ موصله. هنا في حاله الاي سي المكثف بيعمل بالظبط كايه؟ كمقاومه. بنقول عليها الايه؟ الكاباستيف. الكاباستيف اهي اكس سي بتساوي 1 على 2 باي اف سي اللي هي المعوقه السعويه. كاباستيف ايه؟ رياكتنس. المعوقه الايه؟ السعويه. وبالاوم بالاوم. طب ايه هو الاف؟ الاف هو التردد.
بيقول عليه الايه فريكوانسي. طب ايه هو السي؟ السي اللي هو الايه، خلي بالك التردد الوحده بتاعته ايه، هرتز. طب ايه هو السي اللي هو الكاباستنس، الوحده بتاعته ايه؟ رساله دلوقتي فراغ. فراغ انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ في حاله الاي سي، مش احنا عندنا الاي سي والاقطاب بتاعته بتتغير كل نص موجه؟ احنا شرحنا الاي سي. في حاله الاي سي في الجزء الاولاني كان ده موجب وده سالب، المكثف هيعمل ايه؟ ده له موصل هيبدا يرسم الايه؟ الموجب. وهنا هيبدا يرسم الايه؟ السالب. هيجي في النص الثاني هيتفاجئ، هو متعود ان جاي له موجب. في النص الثاني هيتفاجئ هيلاقي جاي له سالب. واحنا عارفين السالب بينجذب للايه؟ للموجب. والموجب بينجذب للايه؟ للسالب. فايه اللي هيحصل؟ هيبدا يفرغ الشحنه. يبقى عمال يشحن في نص ويفرغ في النص الثاني، يشحن في نص ويفرغ في النص الايه؟ الثاني. انت معايا؟ في الحالة ديت المكثف بيشتغل زي المقاومة بالظبط، كأنك حاطط مقاومة. طب أجيب قيمتها إزاي عن طريق القانون ده؟ الـ إكس سي وتساوي 1 على 2 باي إف إيه؟ سي. يعني بنسميها الكباستيف إيه؟ رياكتنس، المعوقة السعوية. ينفع أعملها معاملة مقاومة؟ أه ينفع. يعني ينفع احسبها زي المقاومه؟ ينفع، بس بشرط، يعني لها شروط، ان الـ ان انا يبقى كل موجود مكثفات. يعني مثلا يبقى مكثف متوسط كده، مكثف مع مكثف مع مكثف، او كده مثلا. اه ينفع احسب كمقاومات، ما يبقاش مكثف مع ايه؟ مع مقاومه. دي حاله ثانيه. تمام؟ دي حاجه تلك اسمها ار ال سي بقى وشغل تاني. كاباستيف رياكتنس. خلاص؟ ده القانون اللي بيحسبه. طيب في حاله الدي سي بقى، في حاله الدي سي التردد بتاعه كام؟ التردد بتاع الدي سي كام؟ حاله الدي سي 22. تردد الدي سي كام؟ التردد بتاعه ثابت. كام يعني؟ صفر. من قلب صفر. برافو عليك. من 220. انت مالكش حل في الهبل. الدي سي الاف ايه؟ بصفر. طيب تعالى نعوض في القانون بقى، الاكس سي هيساوي كام؟ واحد على كام؟ على كام؟ ده بصفر، يبقى واحد على كام؟ واحد على صفر كام بقى؟ واحد على صفر بكام؟ اللهم صل على النبي، واحد على صفر بصفر. يعني دخلنا اوضه كده فاضيه او كراسي قاعده فاضيه ومعاك 1000 جنيه ومديت كل كرسي 100 جنيه، ده انت راجل ايه؟ انت راجل مناخدي. احنا واقفين بره كده في الشباك ولقيناك بتوزع فلوس على الكراسي، يبقى انت راجل ايه؟ مناخدي. على احنا هنقول عليك مجنون. القيمه ليس لها ايه؟ معنى، او قيمه غير معروفه. خلاص؟ قيمه غير ايه؟ معرفه. عشان كده ايه؟ عشان كده بنقول ان المكثف بيسمح بمرور تيار الايه؟ الاي سي، ولا يسمح بمرور تيار الايه؟ الدي سي. عشان كده بقول لك ان المكثف في حاله الدي سي، حاله الشحن، ممكن نشيله خالص ونحط مكانه ايه؟ اوبن سيركت، دائره مفتوحه، كانك قاطع الايه؟ السلك. قلت طب اي حاجه. طب في حاله الاي سي بقى، حاله الاي سي التردد بيبقى ليه قيمه. اي قيمه بقى؟ لما اجي احسب الاكس سي واحد على اي حاجه، هنا هيبقى فيه قيمه، هيديني ايه؟ هيديني ناتج بالاوم. تمام؟ عشان كده ايه؟ حتى الاي سي المكثف بيشتغل زي الايه؟ زي المقاومه، ويسمح بمرور تيار الاي سي، ولا يسمح بمرور تيار الايه؟ دي سي. طيب توصيل المكثفات بقى، توصيل المكثفات. أول حاجة اللي هو السيريز، اللي هو التوصيل على التوالي،
لو عندي مكثفات كده على التوالي كمل. المكثف عكس المقاومه، في حاله التوالي توازي، وفي حاله التوازي ايه؟ توالي. في حاله التوازي هات دول ايه؟ توالي اهو، عاملهم معامله الايه؟ التوازي. يبقى ده سي 1، ده سي 2، ده سي ايه؟ 3. عاوز اجيب السي توتال، يبقى 1 على السي توتال هيساوي 1 على سي 1 زائد 1 على السي 2 زائد 1 على السي ايه؟ 3. طب في حاله البارل، حاله التوازي، اهو ده ايه؟ سي 1 سي 2 سي ايه؟ 3. يبقى اذا السي توتال هيساوي ايه بقى؟ سي 1 زائد سي 2 زائد ايه؟ سي 3. الحاله ديت ايه؟ سي 1 زائد سي 2 زائد سي ايه؟ 3. طبعا وحد الوحدات، وحد الوحدات، هتشتغل كله فراد يا كله مايكرو فراد يا كله بيكو فراد يا كله ايه؟ نانو فراد. طبعا لما تشوف العجب والعجاب في الايه؟ في الحاجات دي، بتلاقي مثلا واحد ايه شغال على ده بيكو، وشغال على ده نانو، وشغال على ده فراد، وطلع لك ناتج ما تعرفش حتى الباب مش كاتب الوحده بتاعته، يعني مهزله. ده بالنسبه لايه؟ للتوصيل. طب استخدامات بقى المكثف، اخر حاجه بقى هنقولها في المكثف، وان شاء الله المره الجايه هناخد بقى قراءه قيم المكثفات. هنتكلم عن جزء منها دلوقتي بس ايه، هنكملها كلها المره الجايه ان شاء الله. هناخد بقى دلوقتي استخدامات المكثف. استخدامات بقى الايه؟ المكثف. قلنا اول استخدام من استخداماته ايه؟ ستور الكتريكال شوك. ثاني استخدام انه بيسمح بتيار الاي سي ولا يسمح بتيار الايه؟ الدي سي. يبقى الاي سي بيعدي والدي سي ما بيعديش. ثالث حاجه ايه؟ بيستخدم في دوائر اسمها دوائر السموزنج، دوائر الايه؟ السموزنج. دوائر التنعيم، دوائر الايه؟ التنعيم. عارفين ايه دوائر التنعيم؟ لما باجي احول من اي سي لدي سي، خلاص؟ ايه اللي بيحصل؟ الاشاره بتبقى فيها ريمل، يعني الاشاره بتبقى فيها ايه؟ تموجات كده. الاشاره بتبقى فيها ايه؟ ريمل. لما بحط مكثف بيظبط لي الريمل ديت وتبقى اقرب للايه؟ للدي سي، تبقى الاشاره تطلع كده. دي ده اسمها دوائر التنعيم، سموزنج، سموزنج. رابع استخدام دوائر الفلتر. دوائر الفلتر ده هتاخدها انت بعدين ان شاء الله. لو انت عاوز تعمل لو باس فلتر، عايز تعدي ترددات قليله بس، بتستخدم برضه مع المكثف. عايز تعدي ترددات باند باس فلتر، تعدي تردد معين من كذا لكذا. عايز تعدي تردد كبير اللي هو اسمه الهاي باس ايه فلتر. الحاجات دي هناخدها بعدين بالتفصيل. عايز بس تعرف الايه؟ الاسامي، يعني تعرف دوائر الفلتر. دي من ضمن الايه؟ الاستخدامات. خامس استخدام دوائر التيونينج. دوائر الايه؟ التيونينج. دوائر الرنين. عارفين انتوا المفتاح بتاع الراديو اللي بيظبط الاشارات؟ جيب موجة القرآن الكريم، اشرب الرياضة، إذاعة الأغاني، الحاجات اللي أنت بتجيبها ديت.
دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن مكثف متغير متوصل مع ايه؟ مع ملف. بتقعد تلعب في المفتاح فبتظبط الايه؟ الموجة. دي اسمها موجة الايه؟ الرنين او تردد الايه؟ الرنين. انا يعني ستقول ان المكثف لو متغير الرمز بتاعه كده. ده فاريبل ايه؟ فاريبل كبسر. اخر حاجة هنقولها التايبس، الانواع بتاعت الايه؟ المكثف. والمكثفات اللي عليها الايه؟ اللي عليها قيم. في احنا قلنا المرة اللي فاتت المقاومات، في مقاومات عليها مكتوب عليها قيمتها. نفس الكلام في المكثفات. بس هنتكلم الأول عن التايبس. اول نوع من المكثف الايه؟ العادي اللي هو النون بولارايزد ايه؟ كبس. المكثف غير ايه؟ غير مستقطب. طب ده وصله في الدايره ازاي؟ وصله عادي براحتك، توصله من تحت لفوق، من فوق لتحت، يمين شمال، زي ما انت عاوز، ملوش قطبيه، ده توصل عادي. النوع الثاني اللي هو الايه؟ البولارايزد كبس. بولارايزد كاباستور ده لا، ده ليه اقطاب، ليه موجب وليه ايه؟ سالب. من امثلته ايه؟ الكتروليتيك كاباستور. من امثلته المكثف الايه؟ الكيميكال، بيسموه الكتروليتيك كاباستور او الكيميكال ايه؟ كاباستور. المكثف الايه؟ الكيميائي. ده ليه اقطاب، موجب وسالب، ما ينفعش توصله زي ما انت عاوز. ما ينفعش توصله زي ما انت ايه؟ زي ما انت عاوز. ثالث نوع، في نوع اسمه مايكا. المايكا ده بيبقى الساعه بتاعته كبيره والجهد اللي بيستحمله ايه؟ كبير. في سيراميك، نوع اللي هو السيراميك. طبعا المكثف بينطق باسم الماده الايه؟ الماده العازله، زي المقاومات بالظبط. المقاومه بتنطق باسم الماده الايه؟ العزل. والمكثف برضه بينطق باسم ماده العزل. خامس حاجه في البيبر، مكثف الورق. طبعا كل مكثف من دول ليه استخدامات وليه يعني. في مكثف يستخدم في الطردات العاليه، في مكثف ثاني يستخدم في الطردات المنخفضه، فاهمني؟ كل حاجه من دول. بس طبعا انت هتاخدها بعدين يعني في في في, في مواد ثانيه او في مجالات ثانيه. اللي يهمنا هنا ايه؟ ان احنا نبني دايره الكترونيه، نعرف ازاي نتعامل ايه. ده جزء بتاع الايه؟ التايبس. كده احنا خلصنا، فاضل حته بس صغيره هتكلم عنها وبعد كده خلصنا الايه؟ المكثف بيجي لك مكتوب عليه كنتو. لو مكثف جا لك مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليه كنتو، بتلاقي المكثف خلاص مكتوب عليه مثلا كده 100 او 1000 بيبو فراغ 25 ايه؟ فولت. يعني ايه؟ يعني المكثف ده قيمته 1000 بيبو فراغ بيستحمل لغايه 25 فولت. طب لو عديت الحد بتاع 25 فولت المكثف ايه؟ يتحرق، يبوظ، اخره 25 ايه؟ فولت. طب عايز اعرف الموجب من السالب. لو بقى لو ليه فولت، بقى لو ليه اقطاب، هتلاقي كده في طرف السهم بيشاور لك على الايه؟ على السالب. السهم ده بيشاور لك على الايه؟ على السالب. الجزء ده ايه؟ سالب. او نوع تاني بتلاقي المكثف عامل لك كده ايه؟ دايره سمراء او حد اسمر. يعني بيقول لك هنا الايه؟ هنا السالب، واللي فوق ده ايه؟ الموجب. تمام؟ في اكواد بقى هناخدها المره الجايه. اكواد بقى ازاي تحسب مكثف لو جالك عليه كود، زي المكثفات السيراميك اللي بيبقى عليها كود، تعرف ازاي ايه تحسبه. في حد مش فاهم حاجه؟ في حد فاهم؟ كده احنا خلصنا المره.